ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Sheikh Ibrahim? How are you, my brother? I hope that you are in good health. I see this video to kind of help for you how to memorize Surah Al-Shams. So I want you to focus more with me on this video. Barakallahu fika, Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.